أحد أهم الأسباب هو إنه إسرائيل منذ البداية لديها 3 أهداف حتى الآن لم تتحقق. الهدف الأول هو القضاء على حماس وهذا لم يحدث. الهدف الثاني تدمير البنية العسكرية أو مقدرات حماس وهذا لم يحدث. الهدف الثالث الكشف عن الأنفاق الخاصة بحماس وهذا لم يحدث. هذه الأهداف المعلنة، أما عن الهدف الحقيقي والرئيسي هو تدمير قطاع غزة والقضاء على سكانها حتى تسلم الأرض خالية من كل شيء لإسرائيل حتى تنتهي من الصراع الذي يتواجد منذ 2005 تحديدا يعني في غزة ومن قبله بقطاع عامة في حماس. الهدف الأمر الأخر في اعتقادي أنه كان الهدف الأصلي من الهدنة مسألتين. المسألة الأولى هو مسألة تهجئة الشارع الإسرائيلي والإفراج عن بعض الأسرى وطمأنته أنهم يعني هناك بعض الوسائل التي يمكن الإفراج عن بعض الأسرى عبر الدبلوماسية. المسألة الثانية هو التفكير وإعادة التموضع و يعني محاولة الكشف عن طرق أخرى يعني للوصول لحماس، لأنه الفترة الماضية لم تستطيع إسرائيل بعد كل هذا الخراب أن تقضي على حماس أو أنها حتى تصل إليه. فكان على غرار 1948 عندما كان هناك هدنة بين العرب والصهاينة انتهت هذه الهدنة بتفوق إسرائيل بعد دراسة الأمر الواقع وبعد دراسة كل شيء واستطاعوا آنذاك الفوز. فربما جال بخاطرهم مرة أخرى العودة لهذه المسألة. هناك أيضا أمر آخر، إنه اليمين المتطرف داخل إسرائيل وهناك أكثر من جناح داخل الحكومة الحالية كان يصمم على وقف الهدنة وكان يصمم على انسحاب من الحكومة في حال استمرت الهدنة ودون يعني وكان يرغب فقط وكان على رأسهم بن غفير. أمر آخر جد الأيام الماضية هو إنه نتنياهو الآن بدأ جلسات محاكمة في إحدى قضايا تهم الفساد، وبالتالي كان من مصلحة نتنياهو أن يبدأ في مسألة الحرب ويعني إشغال الرأي العام بهذه المسألة هي الحرب عوضا عن مسألة محاكمته والدخول في واستمرار المؤامرة العسكرية على أمل الانتصار فيها حتى ينسى الناس هذه التهم وربما يشفع له هذا الانتصار مسألة تهم الفساد، لأنه لو خرج من يوم الحكم سوف يلاحق قضايا ربما يحكم عليه بالسجن. نعم سيد بهاء، في المقابل الأمم المتحدة نددت باستئناف الأعمال القتالية، وأيضا أعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي بمواصلة العمل مع قطر وإسرائيل ومصر لتمديد الهدنة. إذن هل من الممكن أن نشهد جهود أو خطوات أممية ومحلية قد تساهم في تمديد الهدنة مجددا؟ الخطوات مستمرة، لكن في اعتقادي كان هناك ضوء أخضر أمريكي سمح أو منح لإسرائيل بوقف المفاوضات أو بمسألة وقف الهدنة، لأنه وزير الخارجية الأمريكي بالأمس كان يتحدث عن حث الأمريكان الإسرائيليين على توفير ممرات أمنة للسكان، وكل هذه الأمور كانت استباقية قبل حتى انتهاء الهدنة، وكأنه يقول يعني ليس هناك أي هدن قريبا قادمة ولتستعدوا للخراب. وبالتالي لا يبدو أن أمريكا منشغلة الآن بهذا الأمر أو موافقة على الهدنة. في اعتقادي أمريكا أو إسرائيل تحديدا سوف تصدق للهدنة في حالة واحدة فقط، وجود خسائر عسكرية أو خسائر بشرية، وهنا خسائر بشرية قد ترتبط أيضا بمسألة الرأي العام الإسرائيلي أو أهالي الأسرى الذين يعني ما زالوا حتى هذه اللحظة داخل سجون حماس أو تحت إمرار حماس، لأنه ما أفرج عنهم حتى هذه اللحظة هم النساء والأطفال ولم يفرج على أي جند، وبالتالي الورقة الأخضر ما زالت تحت يد حماس فيما يتعلق بالأسرى. من جانب آخر يعني الكل يعرف داخل إسرائيل أو الأغلبية تعرف أن نتنياهو لا يعبأ ولا يضع في باله أبدا مسألة الأسرى، ويعني وقيل من قبل الغزو البري أنه لن يراعي مسألة الأسرى الإسرائيلي، وربما يعني قد يساهم هو بنفسه في قتلهم، وهذا كان واضح حتى من فيديو الشهير الذي عرض أمس عن قتل الإسرائيليين نفسهم لمواطن إسرائيلي بالخطأ
يعني على عدد من حماه من فلسطين وإلصاق التهمة وقلب الحقيقة بدلا من قتل المواطن الإسرائيلي قيل إنه الشرطة قتلت فلسطينيا هذا. وبالتالي نحن ننتظر ماذا ستقوم به حماس من رد فعل وما سوف ينعكس هذا على شارع الصين. سوف يكون هذا هو الرهان الحقيقي لمسألة الهدنة وليس الجهود المصرية القطرية فقط لأنها لن تستطيع وحدها ما لم تكون لها نية حقيقية من إسرائيل ومعها لفت الأمريكية. نعم السيد بهاء محمود باحث في العلاقات الدولية كنت معي من القاهرة، أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به وعلى كل الإيضاحات.